في مراكش. مكنت مصالح الشرطة الأمن الحضاري 20 بأمن ولاية وهران بالإيقاب شخص يبلغ من العمر 38 سنة مسبوق قضائي في حالة تلبس تورط هذا الأخير في قضية سرقة أملاك الدولة والتخريب العمدي لها مع حيازة أشياء مسروقة وممارسة نشاط مقنن بدون قيد تجاري متبوع بالغش الجبائي مع العود. هذه العملية النوعية جاءت بعد استغلال لمعلومات وتحريات معمقة قامت بها عناصر ذات المصلحة حول وجود شخص على مستوى إقليم اختصاص يقوم بعملية السرقة وتخزين كوابين نحاسية وألياف. تم تفتيش المسكن المشتبه فيه على مستوى حي فلوسن حيث كانت النتائج إيجابية، حجز 12 قنطار من الكواب الكهربائية، أنابيب نحاسية مقطعة وألياف، كما تم حجز مبلغ مالي مقدر ب 51 مليون سنتيم و3000 دينار جزائري من عائدات المسروقات.